أقول للتونسيين وللتونسيات، من حقكم التظاهر، ومن حقكم كما استمعت إلى ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء، وسنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة. يتيح قيس سعيد بآخر حصون المنظومة التي تقف عائقا أمام المحاسبة وفتح الملفات، ويحسم الحرب الباردة التي كان عنوانها القضاء. جهاز العدالة في تونس والذي كان أول ضحايا فقه التمكين والاختراق تحول إلى أداة في يد الشيخ بين ضرب وترهيب الخصوم وبين إنقاذ وتبييض المريدين. أحكام قضائية تصدر مؤخرا تفوح منها رائحة حركة النهضة وتؤكد أن جهاز العدالة صار أداة للجذب إلى الخلف، وهذا ما عجل في قرار قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء. يخرج أبطال غزوة المطار والمتواطئين في تسفير الإرهابيين معززين مكرمين الإفراج على مصطفى خضر أحد رموز الجهاز السري لحركة النهضة، والمتهم بتكوين جهاز أمني موازي والذي تربطه علاقة مباشرة بأحد المتهمين باغتيال الشهيد شكري بالعيد بحسب هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي، وفلات القاضي المقرب من حركة النهضة بشير العكرمي من العقاب، والمتهم بالتلاعب بالملفات ذات الصبغة الإرهابية وبإخفاء أدلة في جرائم الاغتيالات السياسية. يكتب المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة في هذا الشأن بصراحة: إفلات البشير العكرمي من التتبع الجزائي ومن العقاب هو أكبر دليل على التورم السرطاني للقضاء. رد قرطاج لم يتأخر على التحركات المشبوهة للمنظومة المستترة بيافطة استقلالية القضاء، حيث ألمح رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك خلال لقاء جمعه بقيادات أمنية بوزارة الداخلية. واستنكر قيس سعيد محاولات بعض القضاة التونسيين طمس قضية مقتل محمد البراهمي وشكري بالعيد في إشارة إلى البشير العكرمي. الرئيس التونسي قال أن قضية شكري بالعيد حاول عدد من القضاة في النيابة العامة والمحاكم طمس الأدلة فيها وضياع حق الشهيد، متواعدا بأن هؤلاء القضاة لا مكان لهم في ساحات المحاكم إلا كمتهمين. وأكد سعيد على أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل هذا الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء. كما شدد سعيد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة وعلى أنه من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون. قيس سعيد قال أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهاز الذي المفترض أن يعنى باستقلالية القضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي. وقال قيس سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد الانتقادات اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حيث ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل أن هناك قضاء للدولة. في خطوة مفاجئة وجريئة يسقط قيس سعيد آخر الكروت المتبقية في جعبة الشيخ ويلغي الحصانة التي يتمتع بها رشد الغنوشي من المحاسبة والتي يضمنها المجلس الأعلى للقضاء الحالي، في حين تعود قضية الشهيد شكري بالعيد إلى الواجهة من جديد وصارت عنوان للمطالبة بكشف الحقيقة وبفتح الملفات. فبعد 9 سنوات لا يزال السؤال معلقا حول من دبر وخطط للاغتيال، رغم توارد المعلومات التي تشير إلى تورط قيادات من حركة النهضة بصفة مباشرة، ولا تزال عملية البحث عن خفايا العملية متواصلة رغم كل ما اقترفه البشير العكرمي من تجاوزات لطمس كل معالم الجريمة السياسية. فهل سيكون قرار سعيد بحل المجلس الأعلى إلى القضاء خطوة إلى الأمام في اتجاه الكشف عن الحقيقة وفتح الملفات الكبرى على غرار الجهاز السري لحركة النهضة والذي سيبوح بكثير من الحقائق في علاقة بالعمليات الإرهابية التي استهدفت ولا تزال البلاد، وفي علاقة بالاغتيالات السياسية، وفي علاقة بمحاسبة كل المسؤولين عن التجويع الممنهج والقسري للشعب طيلة 10 سنوات؟ هذا اللي باش نعرفوه مع بعضنا في قادم الأيام. ما تنسوش الاشتراك في القناة وشكرا. أخبار، سياسة، تقنية، محتوى مختلف بنظرة شبابية تونسية. عالم أميرة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.